بس انت مشيت في مباريات الحسم لحرس الحدود، اكيد كنت بتتابع الفريق من بره. طبعا. ايه اللي كنت بتشوفه؟ يعني ايه اللي كان انت لاحظته مش من يعني وانت موجود مختلف عن وانت بره الفريق؟ والله سؤال صعب. طيب ليه؟ طبعا كابتن طارق طبعا ده استاذي، يعني طبعا الراجل كان ليه فضل كبير جدا عليا. طبعا هو اللي عمل الفرقه دي. لسه متخاصمين؟ لا عمري ما اتخاصمت كابتن طارق خالص. فعلا؟ خالص. مين اللي قال لي ان انا اتخاصمت طارق ده؟ يعني سمعنا كده طراطيش كده. لا خالص. كابتن طارق طبعا ده ليه فضل كبير جدا عليا. ده هو اللي صعدني مع الفرقه، وهو اللي قعد مع كابتن حلمي طولان لما جه مع كابتن حلمي طولان. هو اتمسك بيا جدا، فالراجل ليه فضل كبير جدا عليا كابتن طارق طبعا.